وحنا هنا ماذا بينا الناس كل تشجع الارتيزان كيكي سوا كوميرسان ولا ارتيزان لأن المشاريع الصغرى هي باش تحيي البلاد. شنو رايك؟ يصير ينشط الحركة الاقتصادية ويزيد يشجع الإنسان أنه من معناه من مستوى صغير يولي متوسط ولا كبير. أما ساعات تلقى الإنسان يلقى صعوبات على الحاجات هذي. تحل عندي أزمات كل بلاد هي موسمية في التجارة. مش من كم العام التجارة فيها معناها متحركة حيث وذية من شأنها باش ترفع شوية من اسمها الحركية نتاع البلاد. بالنسبة للمشاريع هذه اللي تحكي لي عليها أنا ما تدخلش راسي بصراحة ما نستعملش معها. ليش ما نستعملش معها؟ خاطر أنا باش نعمل على حاجة ما سهلش ربي فيها منين باش نعطيه؟ وأنت يلزمك كل شهر تعطيك الفلوس هذيك المعينة. أصفار ما جتش ما خدمتش ما دخلتش منين باش نعطيه؟ دونك الواحد يخدم باللي عنده ولو حتى يسلف من عند زميله اي اما باش يمشي يهز مشروع من 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 من, 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 من المشاريع اللي تحكي لي عليها انا واحد من الناس هذا حسب عقلي هنايا انها مش داخل عقلي. المشاريع الصغرى هذيك تعاون البلاد تعمل لنا زيد استثمار البلاد وزيد تجيب لنا شويه سياح ولا تساعدنا هذيك المشاريع الصغرى وتخدم برشا مواطنين تولي تعمل مواطن شغل وتخدم برشا فندرات تولي تعلم باش تولي تنجم تبيع على الاخر للسياح وكل شيء. ماذا بينا احنا على مشاريع صغرى كما هكا اللي تستثمر البلاد.